إذا من محافظة ديالى ينضم إلي مراسلنا حسن الشمري. مرحبا بك يا حسن. حوارات ومفاوضات تشكيل حكومة ديالى المحلية تأخرت كثيرا، إلى أين وصلت حتى ساعتنا هذه؟ مساء الخير جميل علي. تشكيل الحكومة في محافظة ديالى لغاية الآن هنالك انسداد سياسي ومستمر لحد الآن، لم تحسم ولم تتفق الكتل السياسية على منصب رئاسة المجلس ومحافظة ديالى الجديد. اليوم عودة مثنى التميمي لإدارة محافظة ديالى أثارت جدل في الأوساط الشعبية والسياسية، وهنالك بيننا رفض القبول، هنالك من رفض عودته بحجة أنه لم يقدم شيء أو نوع من الخدمات لسيما مناطق غرب بعض، وهنالك من رحب بعودته كونه يقال بأنه ستكون هنالك خدمات وستكون هنالك نهضة عمرانية وسيسير أمور وينهي معاناة المواطن التي أثناء مراجعته للدوائر الرسمية بعد غياب إدارة المحافظة على فترة طويلة. أيضا سياسيون وخبراء رفضوا عودة المحافظ واعتبروها مخالفة قانونية وفق المادة 18 من قانون المحافظات الغير منتظمة بإقليم، والتي تضمن بأنه لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس أو أي عمل أو منصب رسمي، ولا يحق العودة إلا بعد انتهاء عضويته. هذا جاء من خلال كتاب تم توجيهه للأمانة العامة لرئاسة الوزراء من قبل النائب أحمد الموسوي عن كتلة صادقون، يطالب بإلغاء أمر عودة محافظ ديالى لمنصبه لكونه ردد القسم ولكونه الآن يعمل يعني بصفة عضو مجلس محافظة. يوم غدا أو بعد غدا ستكون احتمال هنالك مفاجآت، وسيكون هل ستتخذ الأمانة العامة لرئاسة الوزراء الكتم التي وصلت إليها بمخالفة قانونية، أم سيكون لأمانة العامة لرئاسة الوزراء رأي آخر في استلام مثنى التميمي بإدارة المحافظة لتصريف الأعمال، علما أن المحافظ مثنى التميمي اليوم مباشرة كمحافظ في محافظة ديالى وسلم المهام، وأيضا قام بإدارة المحافظة بالجديد. يعني قرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالإبقاء على مثنى التميمي لتسيير الأمور اليومية يا حسن، هل يعكس أن مفاوضات تشكيل الحكومة في ديالى وصلت إلى طريق مسدود؟ ماذا بشأن المبادرات أيضا؟ هل يطرح ربما ثمة مرشح تسوية لشغل هذا المنصب الذي هو مختلف عليه؟ القرار يعني قرار حسب مختصين، قرار رئاسة الوزراء اللي أفضى بأن يكون مثنى التميمي يعود لإدارة المحافظة هو بسبب الانسداد السياسي وعدم التوصل لجميع الكتل السياسية، التوصل لإنهاء أزمة الانسداد السياسي وتشكيل مجلس المحافظة والمحافظة، وهذا طبعا انعكس سلبا على تقديم الخدمات في محافظة ديالى، وحتى ربما يؤثر حتى على الوضع الأمني من خلال قيام العصابات الإجرامية باستغلال هذا الفراغ الإداري وتنفيذ مبتقاها. طيب حسن، يعني ماذا بشأن منصب رئيس مجلس المحافظة؟ هل الاختلاف على هذا المنصب ذات الاختلاف على تسمية المحافظ، أم أن بالاتفاق على اختيار محافظ الديالى ستتيسر كل الأمور بعد ذلك ويصار إلى انتخاب رئيس مجلس المحافظة بكل سهولة؟ الجلسة الأخيرة التي عقدت في فندق الرشيد كان هنالك حضور 10 من أصل 15 عضو مجلس المحافظة، وكان منصب المحافظ شبه اللي حسم لمثنى التميمي، لكن الاختلاف بين الكتل السنية على منصب رئاسة المجلس حال دون الاتفاق بتحديد رئاسة مجلس أما للسيادة أو تقدم ما أثر سلبا وأفشل عقد الجلسة الرابعة، وهنالك لغاية الآن يعني مفاوضات، ولكن لحد الآن لم تتصل هذه الكتل السياسية بينها لاختيار رئيس المجلس الذي يأتي بعده اختيار محافظ ديالى. شكرا جزيلا لك حسن الشمري مراسلنا من محافظة ديالى.